السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب فيكم طلابنا في بداية الدرس الأول اللي حنشرح اليوم قاعدة كثير مهمة وكثير بسيطة إذا ركزنا فيها. فنركز مع بعض في شرح قاعدة المضارع البسيط. بداية لازم نعرف إنه قاعدة المضارع البسيط لازم نعرف الفرق أول شيء بين ثلاث أزمنة الموجودات عندنا باللغة الإنجليزية: الماضي والمضارع والمستقبل. أنا لازم أول شيء أعرف شو يعني زمن ماضي وشو يعني مضارع وشو يعني مستقبل. لما أحكي زمن ماضي يعني شيء حدث في الماضي وانتهى. الإشي اللي حدث معي في الماضي وانتهى يعني بحكي علي لعب كرة القدم البارحة، هذا زمن ماضي. لما أحكي يلعب الآن كرة القدم يعني هذا زمن مضارع. لما أحكي سيلعب كرة القدم في الغد حتكون إيش؟ تمام، مستقبل. تمام، أما لما نحكي عن زمن المضارع البسيط اللي هو present simple، هو الزمن اللي ما بيقبل يكون ماضي ولا مضارع ولا مستقبل. طب كيف؟ في زمن برضاش يكون ماضي ولا مضارع ولا مستقبل؟ نعم، الزمن اللي فيه ظروف تكرار، الزمن اللي فيه واقع، فيه حقيقة، حقيقة علمية اللي بيحكي عن أمثال شعبية اللي فيه ظروف تكرار حنحكي عنها بعد شوي، هاي أزمنة ما بتقبل تكون ماضي ولا مضارع ولا مستقبل. العكس، هي بتكون ثلاث أزمنة مع بعض، ماضي ومضارع ومستقبل. كيف يعني واقع؟ لما أحكي مثلا أنا بحب التفاح أو بكره مثلا بحبش البطيخ، هاي الأمور ما فيها ماضي ومضارع ومستقبل. حقيقة علمية، بقولك الأرض تدور حول الشمس، هاي ما فيها ماضي ومضارع مستقبل، الأرض دائما تدور حول الشمس. درجة غليان الماء 100 درجة، هاي حقيقة علمية. أمثال زي مثلا طنجرة ولقيت غطاتها، هاي بعض الأمثال الشعبية، bad workers plumb his tools، هاي أمثال باللغة الإنجليزية. هاي الأمثال ما بتتغير، هي بالماضي أبو المضارع أبو المستقبل. بالنسبة للموضوع الظروف اللي حنركز عليها كثير في قاعدتنا، كيف يعني ظروف؟ لما يكون بالجملة كلمات زي always زي sometimes، ظروف تكرار زي usually often daily every، هاي بعضهن من يعني من أهم الأشياء، وفي غيرهن اللي حنركز على هذول اللي أمامنا حاليا: always sometimes usually often daily every every day every month every year إلى آخره. في حال كان في عندي جملة فيها هاي الظروف تكرار، إذا هاي جملة مضارع بسيط. تمام، مثال نحكي we play football every day. every بما انه موجود عندي every، تمام، هي في عندي every هنا وفي عندي every هان، اذا هاي ظرف تكرار لزمان المضارع البسيط. نغير اللون عشان نشوف. تمام، نكمل مع بعض. نأخذ القاعدة الرئيسية لزمن المضارع البسيط. القاعدة الرئيسية بتحكي إنه أول شيء بيجي عندي السبجكت، بعدين الفيرب 1، بعدين الأوبجكت. إيش يعني السبجكت؟ السبجكت اللي هو الفاعل، بعد الفاعل بيجي عندي فعل تصريف أول، وبعد الفعل تصريف أول بيجي عندي المفعول به. وهي طبعا أي جملة باللغة الإنجليزية لازم يكون فيها فعل وفاعل ومفعول به. الفعل مع الفعل، الفاعل مع الفعل تصريف أول مع المفعول به هو زمن المضارع البسيط. لكن الفعل لا بيجي بثلاث حالات، الفعل بيجي بثلاث حالات: يا إما بيجي infinitive يعني مجرد يعني بدون أي إضافة infinitive، أو بيجي معه s، أو بيجي معه es. هس حنعرف مع بعض من خلال الأمثلة كيف إنه حيجي infinitive، كيف حيجي معه s، وكيف حيجي معه es. عندنا ثلاث أمثلة هنا: هاي الفعل، هاي الفعل، وهاي الفعل. هنا الفاعل الفعل أجا مجرد، بالجملة الثانية الفعل أجا معه ES، لكن بالجملة الثالثة الفعل فقط أجا معه S. كيف؟ خلينا نشوف سريعا. إذا كان الفاعل جمع الفعل رح يجي مجرد، إذا كان الفاعل مفرد في حالتين ممكن يجي ES أو ممكن يجي S. بيجي ES إذا سبقه بعض الأحرف، حنحكي عنهم بعد قليل، وبيجي S إذا ما سبقه بعض الأحرف، برضو نفس الأحرف، يعني في حال أجا الأصل يأخذ S، لكن بعض الحروف لازم يأخذ ES. إذن
إذا كان الفاعل جمع بيجي مجرد. نفصل مع بعض هاي الحالات نفسهن، هاي أجا مجرد، بالحالة الثانية أجا معه أس، وبالحالة الثالثة أجا معه إي أس. متى بيجي الفعل مجرد؟ الفعل بيجي مجرد إذا كان الفاعل جمع، يعني وي، ذي، يو، فاعل جمع، بيجي الفعل مجرد بدون أي إضافة. أما حرف الأس متى بيجي معه أس؟ أول شرط يكون الفاعل إيش؟ مفرد ولا جمع؟ تمام، لا ما لازم يكون جمع، لازم يكون مفرد. الفاعل مفرد ولم ينتهي بأحرف الإي أس، ولم ينتهي بأحرف الأحرف الإيهان، هذول أحرف الإي أس. إذا ما انتهى الفعل بهذولا، يعني هان عندنا حرف أو فأخذ إي أس، لكن إذا ما انتهى بهذول الأحرف الفعل بيجي معه أس. زي ما شفنا هان انتهى الفعل بحرف تي، عندي هان ما في أحرف تي والفاعل مفرد فأخذ الفعل أس، علي eats bread daily. طيب متى بيجي إي أس؟ بياخذ إي أس إذا انتهى، حكينا هان لم ينتهي، هسا الفعل بيجي. إذا الفعل أول شرط وضرب مهم جدا، إذا كان الفعل مفرد بعدين انتهى الفعل بأحد الأحرف هاي، انتهى بأو أو إكس أو زد إلى آخره، يعني شرط أول يكون الفعل مفرد والفعل ينتهي بأحد الأحرف هاي بيأخذ إي أس. طلع المثال اللي عندنا، أحمد 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 مفرد، الفعل انتهى بحرف أو فما منضيف له أس لأنه انتهى بحرف أو، لأن حكينا قبل شوي إنه الأو شو بيجي بعده؟ إي أس. ممتاز، بتمنى تكون القاعدة هاي واضحة، الصفحة هاي بتسهل علينا أشياء كثير، نركز فيها وإذا ما فهمنا نعود نرجع لورا ونحضر الفيديو مرة ثانية. تمام، في عنا بعض الأمثلة نركز فيها، عنا ثلاث أمثلة أمامنا نحاول نحل عليها. بداية we animal every day، every بتدلني على مضارع بسيط، إذا بتطلع الفاعل جمع، بما إنه جمع ما بسوي ولا إشي، بحط الفعل زي ما هو بالفراغ. We write an email every week. ليش ما غيرنا؟ لأنه الفاعل جمع، وإذا كان الفاعل جمع بس بنحط الفعل مجرد. الفعل مجرد بيكون عندي هان بين قوسين، برجعه هان بس بحطه هان، الفعل مجرد. ليش؟ لأنه الفاعل تمام، الفاعل جمع. أما الجملة الثانية، he usually water drink، شو تيجي drink؟ تأخذ أس ولا مجرد ولا إي أس؟ الفاعل مفرد إذا ما رح تيجي مجرد. نشوف انتهى الفعل بأحرف الإي أس أو الأس، حرف الكي، حرف الكي مش من أحرف الإي أس، إذا شو بتأخذ؟ drinks، بس بنضيف حرف الأس بعد الكي. تمام. أما النقطة الأخيرة والمثال الأخير، my father usually أو usually the car fix، انتهى أول شيء my father مفرد والفعل انتهى بحرف X، والX من أحرف الـ ES ولا مش من أحرف الـ ES؟ ممتاز، كويس، من أحرف الـ ES، إذا بتصير my father usually fixes the car. بتمنى نكون فهمنا، وإذا ما فهمنا نرجع مرة ثانية ونحاول نفهم، نحاول نركز، القاعدة كتير سهلة وأخذنا جزء كبير منها بالطريقة هاي، مش حابين نطول عليكم، لكن لازم نأخذ بالفيديوهات الجاي الحالة اللي بيستخدم فيها الواي، كيف نتعامل مع الواي، وحنتعلم مع بعض كيف ننفي الجملة وكيف نحولها لسؤال نيجاتيف and تروجاتيف. بالنهاية بحكي لكم thank you very much، شكرا لكم مرة ثانية، وبدعوكم نضاعف جهودنا بدراستنا، وضروري ضروري نضاعف جهودنا لنتمكن لنحصل العلم عن طريق الفيديوهات اللي بودلكم إياها معلمينكم. شكرا لكم مرة ثانية ويعطيكم العافية.